عارفين ان شاء الله الميد تيرم مش داخل فيه جزء الاي سي، فالجزء اللي احنا هنتكلم فيه ده واخر السكشن اللي فات جزء اللي بعد الميد تيرم. طبعا المفروض كنا ناخد السكشن ما ناجلوش او ناخد بداله حاجات للميد تيرم، لان اولا الجزء الاولاني يعني انا شايف بصراحه ان هو سهل، يعني ان احنا نضيع سكشن ان احنا نحل شويه مسائل عليه كده او كده. في جزء الاي سي لما تنقله كومبلكس هتلاقوا ان اللي احنا بناخده في الكومبلكس هو هو اللي احنا خدناه في الدي سي، ماشي؟ بس فرق الارقام كومبلكس. فنفس اللي احنا عملناه سورس ترانسفورم، كل سمبليفيكيشن ميثودز وكل طرق الحل هنعملها في الدي سي والاي سي، فاوريدي هي هيتعاد عليها مره، فما كانش منطقي ان احنا نعمل سيكشن نحل فيه الحاجات دي. فجزء الاي سي بقى الحته اللي في الاول اللي هي رخمه شويه قبل ما الدي سي يبقى شبه الاي سي، كنا بدانا فيها السيكشن اللي فات وكلمنا ان علاقه الفولتج بالكرنت في حاله الاندكتور والكاباستور ما بتبقاش في بتساوي اي في ار زي الريزيستور كده، لا هي بتبقى ديفرنشال ايكويجن. فلو عندي اندكتور ماشي فيه كرنت اي، فالفولتج اللي هيبقى عليه هيساوي ال دي اي باي دي تي. لو عايزين نجيب الكرنت بدلاله الفولتج هيبقى الانتجريشن، والعكس بالظبط هو الكاباستور. فاتفقنا ان زي ما في الريزيستور كده احنا بنهتم علاقه الفولتج بالكرنت هي ار، الريشيو ما بينهم هي ار، فاحنا بنهتم في الاي سي بحاجتين، الامبليتيود والفيز. قلنا الفريكوانسي بتبقى ثابت، فالامبليتيود والفيز بيبقى ايه؟ بنبص على الاندكتور والريزيستور والكاباستور نشوف كل واحد فيهم هيأثر علاقه الفولتج بالكرنت اللي عليه، يعني الفولتج اللي عليه بالكرنت اللي ماشي فيه علاقه الفولتج والكرنت ايه. فالمفروض السكشن اللي فات وفي المحاضره بصينا ان الريزيستور كل اللي بتعمله ان هي بتضرب علاقه الفولتج بالكرنت هو في على اي بتساوي ار، ومفيش اي فيز هيبقى في فرق، مفيش فرق فيز ما بين الفولتج والكرنت. والاندكتور الامبيدنس بتاعته او الرياكتنس بتاعته سميناها اكس ال اللي هي بتساوي اوميجا ال، فعلاقه الفولتج بالكرنت اللي ماشي في الاندكتور يعني في كماجنتيود بتساوي اي كماجنتيود مضروبه في اكس ال، اكس ال اللي هي اوميجا ال، فهو كانه ليه ريزيستنس او امبيدنس بتتغير مع الفريكوانسي. يعني كل ما اكسايت السيركت بتاعتك مره عند فريكوانسي بتساوي مثلا 100 هرتز، الاندكتور هيبقى ليه امبيدنس معينه، وعند 200 هرتز هيبقى ليه امبيدنس مختلف، ماشي؟ فهو بيتغير مع الفريكوانسي. وعلاقه الفولتج بالكرنت اللي على الاندكتور ان الفولتج بيليد الاندكتور ب 90 درجه، تمام؟ كل الدوائر اللي احنا هنحلها هتلاقي علاقه الفولتج والكرنت هتلاقيهم بيليدوا وبيلاقوا بعض وزن 90 درجه، ماشي؟ يا بلس 90 يا ماينس 90، من 0 ل 90 يعني من ماينس 90 ل 0 او من 0 ل 90، ماشي؟ والكاباستور هتلاقي عكس الاندكتور بالظبط، الكرنت هو اللي بيليد الفولتج ب 90 درجه. تعالوا بقى الحته اللي احنا كنا المفروض نكملها السكشن اللي فات. لو عندي ار وال وسي مع بعض ان سيريس، ولو عندي ار وال وسي ان بارلل، حل المسالتين دولت هنحفظه ونحطه على جنب هنا. وتعالوا بس اكتب ان ده وهنستخدمه في كل الحلول. يعني لو انت حافظ الحل ده او فهمته لدرجه ان انت خلاص بقى ثابت في دماغك علاقه الفولتج بالكرنت لو عندي كذا اليمنت ان سيريس، وعلاقه الفولتج بالكرنت لو عندي كذا اليمنت ان بارلل، كل مسائل هنحلها تلاقيها سهله، ماشي؟ فمفتاح حل كل المسائل هم في العلاقتين دول اللي هو احنا هنستنتجهم هنا، ماشي؟ مش كل مره هنقعد نستنتجهم، خلاص احنا استنتجناهم مره هنقعد بيهم على طول، مره ار ال سي، مره مفيش ال، مره مفيش سي، مره مفيش ار، وهكذا، ماشي؟ فالسبيشال كيس هتبقى ايه؟ واحده من الجنرال كيس اللي احنا ايه؟ حطينا هنا، تمام؟ طيب خلينا نبص بقى. لو احنا عندنا ار وال وسي ان بارلل، فتعالوا نأسيوم احنا عايزين نشوف الفروقات ما بينهم كامبليتيود وفيز. فهاسيوم ان الكرنت اللي ماشي ليه امبليتيود اي ام وفيز زيرو، ماشي؟ طب تعال نشوف الفولتجز اللي هو في اوف تي ده بيساوي ايه. فعندنا في اوف تي هتساوي الفولتج على الار زائد الفولتج على ال زائد الفولتج على السي، صح؟ فالفولتج على الار هيساوي ايه؟ هيساوي الكرنت مضروب في ريزيستور، فهيبقى اي ام مضروب في ار ساين اوميجا تي. فده الترم الاولاني. بالنسبه للاندكتور علاقه الفولتج بالكرنت، الفولتج بتساوي ال دي اي باي دي تي، ماشي؟ فهتبقى ال في مشتقه الكلام ده، في مشتقه الكلام ده في اي ام واخدها بره كومن فاكتور، مشتقه الساين تبقى كوساين
ماشي، لو حد وقع في النص في اي حاجه بعملها يقول لي، زائد الفولتج اللي على الكاباستور. لو عندنا الكرنت فاقدر اجيب الفولتج اللي هو 1 على سي في الانتجريشن بتاع الكرنت، فيبقى 1 على سي انتجريشن بتاع الكلام ده الاي ام تطلع بره، تكامل الساين يبقى ماينس كوساين، فيبقى عندي هنا ماينس ويطلع هنا كوساين اوميجا تي، وارجع اقسم على الاوميجا. تمام كده؟ فدي علاقه ده الفولتج وده الكرنت. لو الكرنت الفانكشن بتاعته كده الفولتج هيطلع كده. تعالوا نعمل سمبليفيكيشن للفانكشن دي كده، فيبقى عندي اي ام مضروبه في ار ساين اوميجا تي زائد اوميجا ال دي اللي احنا كنا مسمينها اكس ال، 1 على اكس سي كنا مسمينها، 1 على اوميجا سي اسف كنا مسمينها اكس سي، فاكس ال ناقص اكس سي مضروبه في كوساين اوميجا تي. تمام كده؟ طيب تعالوا بقى نستخدم الايدنتيتي دي، اللي هو لو عندي اي ساين اوميجا تي زائد بي كوساين اوميجا تي بتساوي سكوير روت اي سكوير زائد بي سكوير في ساين الفريكوانسي زائد تان انفرس بي على ايه. ماشي، المفروض ان انتوا حافظينها واستخدمتوها كتير ولازم تبقى حافظها، مش هتقعد كل مره تستنتجها. ماشي، يعني سهل ان انت تستنتج العلاقه دي بس مش هتقعد تستنتجها في الامتحان، لازم تبقى حافظها ماشي عشان تحل بسرعه. فنقدر نقول هنا ان هي اي ام مضروبه في سكوير روت دي كده هي الاي ودي كده هي البي ساين اوميجا تي وكوساين اوميجا تي. ماشي، فيبقى جذر اي سكوير اللي هي ار سكوير زائد اكس ال ناقص اكس سي اول سكوير مضروبه في ساين اوميجا تي زائد تان انفرس البي على الاي، فتبقى اكس ال ناقص اكس سي على الاي اللي هي ار. تمام، حد عنده مشكله؟ طيب تعالوا بقى نكتب دي كماجنتيود وفيز. فالفولتج از ا فانكشن اوف تايم بقى بيساوي اي ام في ماجنتيود زد، جذر الجذر ده هنسميه ماجنتيود زد، ساين مضروبه في ساين اوميجا تي زائد سيتا زد. ماشي، بحيث ان ماجنتيود زد بتساوي الجذر التربيعي بتاع ار سكوير زائد اكس ال ناقص اكس سي اول سكوير، وثيتا زد بتساوي تان انفرس اكس ال ناقص اكس سي على ار. ماشي، بس كده. يعني انت المفروض كل اللي احنا عملناه وصلنا للعلاقه من الفولتج والكرنت ان هي بالشكل ده، ده هنبقى حافظه اللي هو الكلام اللي انا كاتبه هنا. ماشي، لو عندي ان سيريس ار وال وسي، فعلاقه الفولتج بالكرنت كماجنتيود هو جذر التربيع ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي اول سكوير، وعلاقه الثيتا فرق الفولتج ما بين فرق الفيز ما بين الفولتج والكرنت هو تان انفرس اكس ال ناقص اكس سي على ار. ماشي، حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تمام. طيب تعالوا نبص، لو عندنا حاجات امبارل، لو عندنا ار وال وسي امبارل، فاقدر اقول ان الكرنت اللي هو اي اوف تي هيساوي اي ار زائد اي ال زائد اي سي. كرنت هيمشي هنا وكرنت هيمشي هنا وكرنت هيمشي هنا. انا عايز اجيب، انا معايا الكرنت، اولا الكرنت كاي اوف تي، تعالوا نقسم برضو ان هو اي ام ساين اوميجا تي، فتعالى ناخد الكرنت هو الريفرنس بتاعنا في الحالتين. فلو الكرنت هو الريفرنس بتاعنا اللي هو اي ام ساين اوميجا تي، عايز اجيب الفولتج اللي هو اكروس الثلاثه ان بارلل دول هيبقى علاقته ايه بالكرنت. فهنا انا عملت كي سي ال عند النود اللي فوق دي، طلعت لي ان الثلاثه كرنتس مجموعهم الاي توتال ده، وعارف علاقه الفي على الاي في كل اليمنت لوحده. دي العلاقات اللي هي الديفرنشال ايكويشنز اللي انا عارفها، فاقدر اقول ان الاي ار هي عباره عن الفولتج اللي اسمه في اوت بس مقسوم على ايه؟ على الار، زائد الاي ال هتساوي ايه؟ الاي ال هي 1 على ال في تكامل سوري تعال ناخد الفولتج احسن، تعال ناخد الفولتج احسن، انا اتلخبطت سوري. تعال نقسم ان الفي اوت، انا عايز اجيب علاقه الفولتج بالكرنت. اللي احنا عملناه ده هنقدر نعمله كده ونقدر نعمله كده، بس الطريقه اللي انا عملتها في الاول دي ارخم بكتير، بس سهل ان انت تعملها برضو، هتعرف تعملها لو عايز تعملها. فتعالوا نقسم ان الفولتج از ا فانكشن اوف تايم بتساوي في ام ساين اوميجا تي، فناخد الريفرنس بتاعنا هو الفولتج ونجيب الكرنت بدلاله الفولتج. فلو التوتال كرنت اللي داخل هو اي زائد اي زائد اي، فاقدر اقول ان اولا الاي اللي ماشي في الريزيستور هو في ام
مقسوم على ار ساين اوميجا تي اللي هو الفولتج وقسمته على ريزيستور زائد الفولتج زائد الكرنت اللي ماشي في الاندكتور. الكرنت اللي ماشي في الاندكتور هو واحد على ال في تكامل الفولتج دي تي. تكامل الفولتج ده يطلع لي في ام. تكامل الساين ماينس كوساين فيبقى هنا ماينس كوساين اوميجا تي وارجع اقسم على الاوميجا زائد الكرنت اللي ماشي في الكاباستور هو عباره عن سي دي في باي دي تي. هشتق الكلام ده فيطلع عندي في ام هنا مشتقه الساين تطلع كوساين اوميجا تي وارجع اضرب في الاوميجا هنا. طب خد في ام كومن فاكتور يتبقى واحد على ار ساين اوميجا تي زائد اوميجا سي هي واحد على اكس سي ماشي. فيبقى عندي هنا واحد على اكس سي واوميجا ال واحد على اوميجا ال هي واحد على اكس على اكس ال ناقص واحد على اكس ال كل ده مضروب في كوساين اوميجا تي. طيب اقدر اسمبليفاي ده برضو يبقى ساين او كوساين بس ان انا اقول ان الاي اوف تي بتساوي في ام في الجذر التربيعي بتاع واحد على ار اول سكوير زائد واحد على اكس سي ناقص واحد على اكس ال اول سكوير مضروبه في ساين اوميجا تي زائد تان انفرس ده على ده تان انفرس واحد على اكس سي ناقص واحد على اكس ال على واحد على ار. فاقدر اقول ان الاي اوف تي بتساوي الفولتج اللي اسمه في ام مضروب في حاجه هسميها واي ماشي. واي اللي هي كانها واحد على ار يعني مضروبه في ساين اوميجا تي زائد ثيتا واي بحيث ان الماجنتيود الواي هي الجذر التربيعي بتاع واحد على ار اول سكوير زائد واحد على اكس سي ناقص واحد على اكس ال اول سكوير وثيتا واي بيساوي تان انفرس واحد على اكس سي ناقص واحد على اكس ال على واحد على ار اللي هو الكلام اللي احنا كاتبينه هنا ماشي. طيب لو احنا بقى معانا فولتج او كرنت في الحاله دي او الحاله دي وعايزين نجيب التاني مش هنقعد نعمل كل الكلام ده ونقعد نريليت الفولتج بالكرنت ونقعد نعمل كي سي ال وكي في ال زي ما كنا زي عندنا كي في ال هنا وكي سي ال هنا. احنا عارفين الملخص ده ان لو انا معايا الكرنت الفولتج هيبقى الامبليتيود بتاع الكرنت اللي هو اي ام مضروب في الماجنتيود ده ماجنتيود الامبيدنس والساين ويف هتبقى هي هي بتاعه الكرنت بس مجموع عليها فيز اسمه ثيتا زد. ثيتا زد ده ممكن يطلع بوزيتيف او يطلع نيجاتيف مفيش مشكله ماشي. طيب لو انا معايا الفولتج وعايز اجيب الكرنت العكس اعمل ايه؟ انا عارف ان علاقه الامبليتيود بتاع الفولتج بالامبليتيود بتاع الكرنت ان الفولتج بيساوي الكرنت في زد صح. يبقى اخد الفولتج كماجنتيود واقسمه على الزد صح واخد الفيز بتاع الفولتج اطرح منه ثيتا زد صح. حد متلخبط من الكلام ده؟ تاني الحاله الطبيعيه اللي هي اللي احنا حافظينها في الاول دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان لو معاك الكرنت ليه امبليتيود اي ام وفيز زيرو انيشال فيز بزيرو نقدر نجيب الفولتج على الثلاثة اليمنتس دول مع بعض اللي هو يبقى ايه؟ يبقى هو نفس الامبليتيود بتاع الكرنت بس مضروب في حاجه اسمها زد والفيز مجموع عليه ثيتا زد ماشي؟ وده الماجنتيود وده الفيز. طب لو انت اصلا معاك العكس يعني انت مش معاك الكرنت لا معاك الفولتج معاك الفولتج قال لك الفي اوف تي بتساوي في ام ساين او كوساين او اي حاجه اوميجا تي زائد فيز زيرو من غير فيز خالص ماشي؟ فهو ده الريفرنس بتاعك كان الفولتج هو الريفرنس بتاعك. عايز تجيب الكرنت هتعمل ايه؟ هتقول الكرنت از ا فانكشن اوف تايم هيساوي الماجنتيود بتاع الفولتج بس مقسوم على الماجنتيود بتاع الزد ماشي. فعلاقه الماجنتيود بالماجنتيود هو في على اي اللي هي واحده اللي هي زد ماجنتيود زد والفيز ساين اوميجا تي ناقص ثيتا زد. دايما ثيتا زد بتبقى بالبوزيتيف مع الفولتج وبالنيجاتيف مع الكرنت ماشي. فثيتا زد هي بتقول لك قد ايه الفولتج بيليد الكرنت. يطلع بقى بوزيتيف تطلع نيجاتيف. لو طلعت بوزيتيف يبقى فعلا الفولتج بيليد الكرنت. لو طلعت نيجاتيف يبقى كفانكشن احنا كاتبين زائد ثيتا زد هي بتليد بالرقم ده. الرقم ده طلع نيجاتيف يعني هي بتلاج مش بتليد ماشي. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ لو انت واخد بالك ان تقدر تنقل من ده لده من الكرنت للفولتج او من الفولتج للكرنت بالطريقه دي اي مساله تعرف تحلها. كل المسائل اللي جايه هتلاقيها سهله. حد عنده مشكله؟ طب تعالوا نبص للبارال كيس بقى.
في حاله البارال كيس احنا خدنا الفولتج هو الريفرنس، فقلنا الفولتج هو في ام ساين اوميجا تي، طلعنا علاقه الفولتج بالكرنت ايه؟ فولتج بالكرنت، الكرنت بيساوي ماجنتيود الفولتج بس مضروب كانه في واحد على ار، الواي دي كانها ايه؟ واحد على ار. ففي على ار يعني او في في واحد على ار، فهي ماجنتيود الواي مضروبه في ساين اوميجا تي زائد ثيتا واي، ماشي؟ بحيث ان الثيتا واي دي الزاويه اللي الكرنت بيليد بيها الفولتج. الزاويه دي تطلع بوزيتيف يبقى الكرنت فعلا بيليد الفولتج، تطلع نيجاتيف معناها ان الفولتج هو اللي بيليد الكرنت، ماشي؟ طيب فلنفترض ان العكس هو اللي حصل. اللي حصل ان هو ما ادانيش الفولتج كريفرنس وطلب مني الكرنت، لا اداني الكرنت كريفرنس وطلب مني الفولتج، ماشي؟ يعني لو جه هنا كده هنعمل نفس اللي عملناه هنا، يعني لو قال لي الكرنت از ا فانكشن اوف تي بيساوي اي ام ساين اوميجا تي، اقدر اجيب الفولتج ازاي؟ علاقه الفولتج كماجنتيود بالكرنت بتساوي ايه؟ ان احنا عارفين ان في بتساوي اي في ار، صح؟ ففي بتساوي اي على واحد على ار، تقسمها على واحد على تقسمها على واي، صح؟ مش لو انت قلت ده الماجنتيود، اعتبر ان الزد هي ار، ماشي؟ والواي هي واحد على ار، ماشي؟ احفظها كده. فلو انت حاطط واحد على واي تحت في المقام معناها ايه؟ واحد على واي في المقام معناها واحد على ار في المقام معناها ار فوق، يعني اي في ار بتساوي في، صح؟ طيب والفيز ساين اوميجا تي، الثيتا واي بقى في حاله البارلل هي الفيز بتاع بتاع الكرنت، لو الكرنت فيز بتاعه زيرو يبقى الفولتج فيز بتاعه ايه؟ ماينس ثيتا واي. التريكه في كل اللي احنا هنحله، يعني لو انت فهمت المساله دي والمساله دي وازاي تنقل من فولتج الكرنت وازاي تنقل من الكرنت الفولتج والعكس هنا، هتعرف تحل اي مساله، تمام كده؟ مع شويه بقى ايه ايدنتيتيز كده سهله انت المفروض عارفها، اللي هي لو عندك ساين زائد كوساين كل واحده بامبليتيود مختلف عايز تجمعهم مع بعض في ساين واحده او تجمعهم مع بعض في كوساين واحده، اعمل بقى اللي انت عايزه، احفظ بقى الايدنتيتيز اللي موجوده هنا، شوف انهي واحده بتسهل لك الحل واحفظها وحل بيها، ماشي؟ والايدنتيتي بتاعت ان ساين ايه زائد بي بتساوي ساين كوساين زائد كوساين ساين، والعكس بتقلب الاشاره، والكوساين ايه زائد بي بتقلب بتبقى الاشاره هنا العكس كوساين كوساين ناقص ساين ساين، احفظوا الكلام ده وحلوا بيه، والكلام ده مش هيجي ان انت تبص عليه كده بس، لازم تحل المسائل وتمشي بالطريقه اللي انت فكرت تحل بيها لغايه ما تطلع الحل زي ما انت فكرت بيه، ماشي؟ يعني ما تبصش على الحل شوف هو عمل كده هو فرض ده فكمل معاه بالفرض بتاعه، لا فكر انت بتبدا المساله ازاي، ما تبصش على الحل خالص وحل في الاخر، واعرف انت مشكلتك فين، مشكلتك في شويه ايدنتيتيز دي مشكله تافهه، ماشي؟ مش هو ده الموضوع يعني، هتعرف تحلها، يعني مشكلتك لو هي مشكلتك في الايدنتيتيز هتعرف في الاخر تروح تحفظ شويه ايدنتيتيز وتتدرب عليهم، مشكلتك انك مش عارف التحويل ده فترجع تبص على التحويل، مشكلتك انك مش فاهم مشكله ثالثه، فاهم؟ فلازم تديفاين المشكله عشان تعرف تحلها، عشان الجزء ده بيعمل مشاكل للطلبه كتير. فحد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب في بس نقطه انا نسيت اكتبها برضو، تمام؟ حد عنده مشكله؟ الباور فاكتور اسف البي افريج اللي هي في ام اي ام على الاثنين في كوساين ثيتا، كوساين ثيتا دي اللي هي الباور فاكتور، ماشي؟ هيطلع دايما بوزيتيف. ماشي، انت دلوقتي يعني احنا هنحل مساله هتقول لك امتى بيليد وبيلاج، بس لو هي بيليد لو هي بيلاج هو بيتكلم على الكرنت، ماشي؟ يعني لما يقول لك باور فاكتور ليدنج او لاجنج معناها الكرنت بيليد او بيلاج، يعني شيل كلمه باور فاكتور وحط كلمه كرنت، فلو قال لك الباور فاكتور بيلاج معناها الكرنت بيلاج معناها الفولتج هو اللي بيليد، ماشي؟ معناها ثيتا زد ايه؟ بوزيتيف، ولو قال لك بيليد يبقى كانه الكرنت بيلاج، ماشي؟ سوري لو قال لك بيليد يبقى الكرنت بيليد معناها الفولتج بيلاج معناها ثيتا زد بالنيجاتيف، تمام؟ هنحل مساله عليها، بس دايما دايما هو لما بيجي يقول لك باور فاكتور او بيطلب منك باور فاكتور لازم تجيبه كفاليو اللي هو كوساين ثيتا
وتقول له بيليد ولا بيلاج. ماشي؟ ليه؟ لان لو بيليد او بيلاج الامبليتيود او الفاليو بتاعت الكوساين دي هتطلع بوزيتيف، صح؟ كوساين ماينس 25 بتساوي كوساين 25، مش هتفرق. فلازم تدي له معلومه الاشاره ان الفيتا دي مع الفولتج ولا مع الكرنت. تمام كده؟ حد عنده مشكله؟ لا، ده ديفينيشن. يعني هو اللي لما جه يحسب الباور قال لك انا عايز اشوف علاقه الفولتج بالكرنت ايه، فادى الواحد ريفرنس والتاني بيليد او بيلاج عنه. ماشي؟ فهو ادى الفولتج هو الريفرنس وقال لك الكرنت بيليد ولا بيلاج عنه. ماشي؟ ديفينيشن يعني احنا زي كده في كي سي ال لما نيجي نقول ايه في لوب اناليس نقول احنا بنلف كلوك وايز مثلا، نمشي عليه كلنا فما حدش يتلخبط. ماشي؟ حد عنده مشكله في الكلام ده؟ تعالوا نحل بقى ونخش على الحاجات المهمه. شبه تعويض مباشر، فخلينا نحل بسرعه الحاجات دي. فاول سؤال بيقول لك عايزين نحسب الافريج والار ام اس بتاع سيجنال اللي هي كرنت سيجنال مثلا وهي هاف ويف ريكتيفايد. فهاف ويف ريكتيفايد معناها ان عامله ازاي؟ معناها ان هي مع التايم كده في نص البيريود بقيتها بزيرو وبعدين بترجع تكرر تاني. المفروض ان انتوا عارفين الكلام ده، صح؟ فهي من زيرو لباي ل 2 باي. ماشي؟ ولو مش عارفينها اهي عرفنا يعني ايه هاف ويف ريكتيفايد سيجنال. فساين ويف بتبقى شكلها كده، الريكتيفاير بيقطع النيجاتيف بتاعها بيخليه بزيرو. طيب فلو عايزين نحسب الافريج، فالافريج بتاع السيجنال لو السيجنال دي قبل ما تبقى ريكتيفايد الفانكشن بتاعتها هي اي ام ساين اوميجا تي. يعني لو جيت ارسم اي ام ساين اوميجا تي هتلاقيها عامله كده ونازله عامله كده وهكذا. دي الفانكشن اللي هي اي ام ساين اوميجا تي. الهاف ويف ريكتيفايد سيجنال دي عايزين نحسب لها الافريج والار ام اس. فلما تيجي تحسب الافريج، اي افريج، الافريج بتاع اي سيجنال بيريودك ايه؟ بتقسم على البيريود بتاعتها وتنتجريت من زيرو للبيريود بتاعتها كلها السيجنال اللي هي اي ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. ماشي؟ طيب الانتجريشن من زيرو ل 2 باي نقسمه لجزئين، واحد من زيرو لباي واحد من باي ل 2 باي، من باي ل 2 باي بزيرو، صح؟ فتبقى من زيرو لباي بس. طيب تعالوا نكمل. واحد على 2 باي هنا انتجريشن الاي ام تطلع بره، تكامل الساين يطلع ماينس كوساين من 0 لباي كوساين باي بنيجاتيف 1، فنيجاتيف في نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يبقى 1 ناقص كوساين 0 ب 1 وفي نيجاتيف بره فتبقى زائد 1 فيطلع كل ده بكام؟ 2. فالقوس ده يطلع 2 يروح مع ال 2 يبقى ايه؟ يبقى اي ام على باي. ماشي؟ فلو انا عندي ساين ويف الامبليتيود بتاعها اي ام يعني ماكسيمم فاليو اي ام، الافريج فاليو بتاعتها هي لو هي بقت هاف ويف ريكتيفايد هي الماكسيمم فاليو مقسومه على باي. ماشي؟ في مشكله؟ الار ام اس فاليو هتساوي الار ام اس هو روت بتاع المين سكوير، فتاخد 1 على 2 باي انتجريشن السيجنال اللي هي اي ام ساين اوميجا تي سكويرد وسكوير دي اوميجا تي. ماشي؟ فهنا اي ام سكوير تطلع بره الانتجريشن، تطلع بره الروت بتبقى اي ام، فيبقى عندي اي ام سكوير روت 1 على 2 باي الانتجريشن بتاع ساين سكويرد. ساين سكويرد تبقى ايه؟ نص ناقص نص كوساين 2 اوميجا تي، كل ده جوه الانتجريشن. الانتجريشن بتاع 2 بتاع كوساين 2 اوميجا تي ده الانتجريشن ده اللي في الاول من كام؟ من 0 ل 2 باي، صح؟ على البيريود كلها. هنقسمه برده لجزئين، جزء من 0 لباي وجزء من باي ل 2 باي. من باي ل 2 باي بزيرو فهنشيله، فيبقى الانتجريشن من 0 لباي بس، وانتجريشن الفانكشن اللي جوه يطلع بالشكل، يطلع الفانكشن دي نعملها سمبليفيكيشن كده، انتجريشن من 0 لباي لكوساين 2 اوميجا تي بكام؟ بزيرو، صح؟ حد معترض على الكلام ده؟ تمام. فده كده هيروح من الانتجريشن، يتبقى نص في الانتجريشن بتاع دي اوميجا تي اللي هو بيطلع باي، فباي تروح مع باي يتبقى نص في نص تحت الروت يطلع بره بنص، فيطلع اي ام على الاثنين. ماشي؟ نعم. لا ما ضربتش في اثنين،
الفانكشن هي اصلا من زيرو باي ماشي. في مشكله حد متلخبط من حاجه؟ طيب تعالوا نحسبها لو بقت فول ويف ريكتيفايد. فلو بقت فول ويف ريكتيفايد مع انك كانك خدت الساين ويف وخليتها كلها بوزيتيف، فبقى كانها بيريودك من زيرو لكام؟ لباي بس، مش من زيرو لتو باي. طيب فلما اجي اجيب الافريج بتاعها، حد يقدر يقول على طول ان الافريج بتاعها هيطلع ايه من دلاله دي؟ هيطلع ضعفها صح؟ بس تعالوا نحسبها. الافريج هتقسم على البيريود، البيريود هنا كام؟ هي باي بس مش 2 باي صح؟ فواحد على باي تكامل من 0 لباي. الفانكشن بتاعتنا اللي هي اي ام ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، كل الكلام اللي جوه الانتجريشن ده هو هو الانتجريشن ده، بقى واحد على باي هنا وهنا واحد على 2 باي، فمعنى كده الاي افريج هتطلع هنا ايه؟ ضعف الفاليو اللي هنا، فتطلع 2 الماكسيمم على باي. ماشي؟ حد متلخبط او عايزني اعملها بالتفصيل او في حاجه مضايقاه؟ طيب الار ام اس فاليو برضو الجذر بتاع واحد على 2 واحد على باي بقى في الانتجريشن من 0 لباي بتاع السيجنال اللي هي اي ام ساين اوميجا تي كل حاجه سكوير دي اوميجا تي. ماشي. الانتجريشن ده والانتجريشن ده علاقتهم ايه ببعض؟ هو هو نفس الانتجريشن، هيطلع نفس الفاليو بالظبط صح؟ بس الاختلاف ايه؟ ان هنا في واحد على 2 جوه البتاع وهنا ما فيه، فكل اللي هيحصل في الفاليو دي ان هي هتبقى ايه من الفاليو دي؟ جذر 2 الفاليو دي صح؟ فتضرب هنا في جذر 2 الفاليو اللي احنا طلعناها هنا فتطلع اي ام على روت 2. ماشي؟ حد متلخبط من حاجه؟ طيب تعالوا انا همسح، حد عايز يصور ولا حاجه عشان امسح. تعالوا نبص على اول سؤال بعد السؤال الثاني في الشيت. فبيقول لنا لو احنا عندنا فولتج قيمته 170 روت 2 ساين اوميجا تي ومدي لك الفريكوانسي، دايما عشان ما تلخبطش عشان انت بتحتاج تحسب ال والسي، ففي حساب ال والسي تحتاج معاها الاوميجا مش الاف. فيعني لو انت بتحب لما تيجي تكتب المعطيات كده تكتب الحاجات اللي هو مديها لك، اكتب الاوميجا على طول عشان ما تلخبطش، عشان هي الاوميجا هي اللي بتستخدمها. فيعني هو مدي لك الفولتج ومدي لك علاقه الفولتج بالكرنت اللي ماشي، وبيقول لك قول لي ايه الاليمنتس اللي موجوده. ماشي؟ فالمفروض من علمنا بالحاجات اللي احنا قعدنا نقولها هنا دي، الاندكتور والكاباستور ولو عندنا ار وال وسي، نقدر نجيب علاقة دول ببعض ايه، فنعرف ده اندكتور بس ولا كاباستور ولا ار ال ولا ايه. فاول واحدة علاقتها ايه بالفولتج؟ الكرنت علاقته بالفولتج ايه؟ ماجنتيود وفيز، بنبص على ماجنتيود وفيز. الماجنتيود متغير فكده اوكي، لازم ماجنتيود يبقى متغير يعني، والفيز هو هو، معناها ان الفولتج والكرنت ده كانها ايه؟ بيور ريزيستيف صح؟ فمعنى ان هي بيور ريزيستيف ان الار الاليمنت هو عبارة عن ار بس، قيمته كام؟ 170 روت 2 على 10 روت 2 اللي هو 17 اوم. في مشكله في الكلام ده؟ لو هو مش سيريس؟ لا، ما هو يعني المفروض صح، انت معاك حق، ممكن يبقى ريزونانس، بس لو هو ريزونانس مش هنعرف نجيب ال والسي بكام صح؟ يعني افرض ان هو ريزونانس، فاحنا عارفين ان الاكس ال ساعتها هتساوي الاكس سي، طب الاكس ال والاكس سي بكام؟ ما اعرفش. فهي الكيس هنا اعتبر ان مفيش ريزونانس، اعتبر ان هو قايل لك في السؤال اعتبر ان مفيش ريزونانس. اصل برضه نفس الكلام لو احنا عندنا فرق فيز معين، فنقدر نقول ان فرق الفيز ده جاي من اندكتور بس او اندكتور وكاباستور. طب ما نعرف منين؟ ففي معلومه ناقصه. لو هو قال لك اكيد في كاباستور مثلا، ساعتها نقدر نتاكد اذا كان هيبقى في اندكتور يعدل الفيز ولا لا. فان جنرال خالص نقول ان دي ريزيستور. طيب علاقة هنا الفولتج والكرنت كامبليتيود مختلف، والفيز هنا زيرو والفيز هنا ايه؟ ماينس باي على الاثنين، يبقى مين الفيز بتاعه اكبر؟ ده الفيز بتاعه زيرو وده الفيز بتاعه بالنيجاتيف، يبقى الفيز بتاع مين اكبر؟ الفولتج، يبقى الفولتج هو اللي بيليد، الفولتج هو اللي بيليد، يبقى ده ايه؟ ارجع بقى انت بقى حافظ الكلام ده، لو عندنا اندكتور الفولتج هو اللي بيليد ب 90 درجة. ماشي؟
فرق الفولتج، فرق الفيز بالظبط 90 درجه، معناه ان هو ايه؟ ان هو اندكتور بس او كاباستور بس. طيب معنى ان هو اندكتور او كاباستور، شفنا مين بيليد ومين بيلاج، طلع الفولتج هو اللي بيليد، فقلنا يبقى ده ايه؟ اندكتور. طب الاندكتور بقى علاقه الامبليتيود بتاع الفولتج بالامبليتيود بتاع الكرنت ايه؟ زد بتاعت الاندكتور اللي هو اوميجا ال او اكس ال، صح؟ فاقدر اقول ان 170 روت 2 على 10 روت 2 بتساوي الاكس ال، صح كده؟ والاكس ال بتساوي ايه؟ بتساوي اوميجا ال. عشان كده كنت بقول لك اعرف اكتب على طول الاوميجا بكام، عشان هتروح تبص في السؤال يقول لك الفريكوانسي ب 50، تقوم معوض على الاوميجا هنا ب 50. ده غلط، الاوميجا بتساوي 2 باي اف، ماشي؟ فتعوض على الاوميجا يطلع لك ال بكام. طيب هنا كده علاقه الفولتج بالكرنت، الفيز هنا زيرو، الفيز هنا باي على 6، باي على 6 ده يعني كام؟ يعني 30 درجه. 30 درجه بالنيجاتيف معناها مين اللي بيليد؟ الفولتج هو اللي بيليد. لو كان بيليد ب 90 درجه بالظبط اللي هي الكيس دي، كان اندكتور بس، بيليد اقل من 90 يبقى ايه؟ يبقى اندكتور ومعاه ريزيستور، ماشي؟ احنا قلنا ان في كيس ثانيه ممكن ان يبقى في كاباستور ثاني، يبقى في ار وال وسي، بس مش هنبص عليها يعني، لان ناقصه معلومه عشان نعرف نجيبها. طيب علاقه الفولتج بالكرنت، لو احنا عندنا سيريس اليمنتس، احنا هنحلها على اساس ان هي سيريس، يعني على فكره هي ممكن تبقى سيريس ممكن تبقى بارلل، صح؟ بس هتلاقي حتى الحل اللي موجود حللها سيريس. فالسؤال جنرال خالص، بس في اسئله بعد كده بيقول لك اعتبر ان انت عندك مثلا 2 اليمنتس ان سيريس او 3 اليمنتس ان سيريس، فساعتها بيبقى محدد. هنا سؤال جنرال، فاحنا هنحلها على اساس ان هم ان سيريس. طيب علاقه الفولتج بالكرنت، لو عندنا اتفقنا ان هم 2 اليمنتس بس اللي هم ار وال، حد معترض على الكونكلوجن ده من الاول؟ او مش عارف جه منين؟ لو مش عارف قول، عشان كل حاجه هتقصر مش عارف ليه، صح؟ طيب احنا من الاول خالص، من الاول خالص قلنا علاقات الفولتج بالكرنت في الريزيستور مفيش اصلا فرق فيز. الاندكتور الفرق الفيز، الفولتج بيبقى اكبر من الكرنت ب 90 درجه، والكاباستور كده. طيب لو انت بقى عندك الحاله الجنرال اللي هي فيها ار وال وسي، اللي هيحصل ان انت هتلاقي ايه؟ اولا التان انفرس دي في العلاقه الجنرال خالص اقصى حاجه تطلعها لك ايه؟ من ماينس 90 ل 90، صح؟ فاصلا انت ليميتد ب 90 درجه، ليه؟ لان لو عندك اندكتور بس، سيبك من الكاباستور، لو عندك ار وال بس، اللي هيحصل ان ايه؟ لا إيه، لو ما عندكش كاباستور ولا ريزيستور، عندك اندكتور بس، الاندكتور هيعملك 90 درجه بالظبط. طيب حطيت معاه ريزيستور هتقلل الفيز، ماشي؟ طيب فكانك هنا، كانك هنا بتقول ايه؟ كانك حطيت الريزيستور بزيرو، فتان انفرس انفينيتي بكام؟ ماشي؟ فهي اقصى حاجه لو عندك اندكتور بس. طيب لو حطيت ريزيستور، بص كده، لو حطيت ريزيستور الاكس سي بكام؟ بزيرو، صح؟ يعني سواء في الحاله دي او في الحاله دي، لو انت ما عندكش كاباستور حط الاكس سي بزيرو، لو ما عندكش اندكتور حط الاكس ال بزيرو. فهنا ما فيش كاباستور، حط الاكس سي بزيرو، بقى تان انفرس اكس ال على ار. اكس ال على ار هتطلع كام في الاخر؟ الاكس ال اشارتها بوزيتيف، هي رقم اوميجا في ال، فهي رقم لازم تبقى بوزيتيف، فالجوه ده بوزيتيف، فالثيتا زد دي هتطلع بوزيتيف، تطلع من كام لكام؟ من 0 ل 90. فلو عندك ار وال تبقى من 0 ل 90، ماشي؟ طيب فاحنا اتفقنا ان خلاص بما ان الفولتج هو اللي بيليد يبقى هو اندكتيف، ماشي؟ اندكتيف معناه ان فيها اندكتور، مش ب 90 بالظبط، يبقى فيها ار مع الاندكتور. طب بقى عندي ار وال، اروح بقى ايه؟ استخدم العلاقات اللي انا حافظها، علاقه الفولتج بالكرنت في ام على اي ام، في ام على اي ام، في ام على اي ام هنا بتساوي كام؟ الفي ام ب 170 روت 2، والاي ام هي 10 روت 2، ده بيساوي ايه؟ كماجنتيود بقى، اللي هو ماجنتيود بتاع الفولتج على ماجنتيود بتاع الكرنت. احنا قلنا علاقه الماجنتيود بالماجنتيود تبقى زد لو هما ان سيريز، صح؟ فالزد اللي هي ماجنتيود زد اللي هي الجذر التربيعي بتاع ار سكوير زائد اكس ال سكوير، مش مشكله في الكلام ده؟ طب انا عارف الرقم ده بكام، فعارف ار سكوير زائد اكس ال سكوير بيساوي ايه تحت الروت يعني. طب تاني حاجه، لا تاني معلومه انا عارفها، الفيز اتغير بقد ايه، صح؟ فعارف ان الثيتا زد بتساوي ايه؟
تان انفرس اكس ال ناقص اكس سي على ار، فالاكس سي بزيرو فعندك اكس ال على ار. طيب الثيتا زد بكام؟ فرق الفيز ما بين الفولتج والكرنت بباي على الستة، صح؟ اللي هو قلنا ب 30 درجه، فعوض هنا اللي هو ب 30 درجه. تخلي بالك بقى وانت بتحل، انت بقى من عشاق الريديانس او الديجريز، دي بقى قاتله ماشي. يعني تخلي بالك انت بتكتب مثلا هنا ايه تان انفرس اكس على ال بتساوي 30، تروح تكتب عامل الا ريديانس وتروح تكتب تان 30 بكام، هيطلع معاك ارقام ضايعه خالص، صح؟ فتخلي بالك الاله ريديانز ولا ديجريز، واحسن ان انت تثبت حاجه تحل بيها على طول، والحاجه اللي بتحل بيها تتاكد وانت داخل الامتحان وانت بدات تحل ان الاله ريديانز او ديجريز، تمام؟ طيب فهنا كده عرفت الاكس ال على ار بكام، صح؟ يبقى اقدر اجيب الاكس ال مثلا بدلاله الار اعوض بيها هنا، يبقى عندي معادله في ار بس اجيب الار واجيب الاكس ال، ماشي؟ عرفت الاكس ال، الاكس ال بتساوي ايه؟ اوميجا في ال، صح؟ الاوميجا معايا لازم تبقى جيفن، مفيش اي معلومه ممكن اعرفها يعني عمره ما يقول لي استنتج الاوميجا، استنتج الاوميجا ازاي؟ ما اعرفش، صح؟ يقول لي استنتج الفيز، استنتج الامبليتيود، الاوميجا ما اعرفش، لازم هو يقول لي الاوميجا بكام؟ لان هي ما بتفرقش اي حاجه في الحل، صح؟ كل لو هو قال لك حل المساله وبعدين غيرت الاوميجا تبقى كذا، هتفرق حاجه في الحل؟ تمام؟ ده الحقيقه هتفرق يا ناس اللي انا قلتها، هتفرق في الفيز، هتفرق، سوري يا ناس، ممكن يقول لك استنتج الاوميجا عادي، انا غلطان. المهم يعني خلاص نعدي الحته دي اقطعها. فخلاص جبنا الاكس ال وجبنا الار والال كفاليو، خلاص يا شباب جبنا الار والال، ماشي؟ حد عنده مشكله؟ خلاص اخش على السؤال اللي بعديه. امسح ولا حد عايز بتاعتها؟ لو انت عايز تحسب الباور هي الفي ام اي ام على الاثنين كوساين ثيتا، مين في ام ومين اي ام بقى لو انت عندك دايره كبيره؟ يا اما بتاعت السورس، فاهم؟ اللي هي بتاعت كل حاجه مع بعض، يعني لو عندك سورس وفي ريزيستورز واندكتورز وكاباسيتورز كتير، احنا عارفين ان اللي هيديسيبيت باور هو ايه؟ الريزيستورز بس. يا اما تروح لكل ريزيستور تحسب في ام اي ام على الاثنين كوساين ثيتا اللي هي كوساين زيرو يعني، فتحسب في ام اي ام على الاثنين او اي افكتيف سكويرد في ار لكل ريزيستورز وتجمعها. يا اما تروح للسورس اللي هو لو عندك كذا سورس بقى تروح تعملها لكل سورس، تاخد الفولتج في الكرنت اللي هو على السورس كله، ماشي؟ تحسب في ام اي ام على الاثنين، ماشي؟ في كوساين الزاويه. فهنا احنا عندنا ريزيستور، فالباور هتبقى عامله ازاي؟ في ام اللي هي 120 روت 170 روت 2، اي ام اللي هي 10 روت 2 على الاثنين كوساين زيرو، ماشي؟ اللي هي دي في اي يعني، ماشي؟ بس في ام اي ام على الاثنين. طيب في الحاله دي ده هيبقى ايه؟ ده اندكتور، صح؟ ففرق كوساين ثيتا بكام؟ بزيرو، صح؟ لان الثيتا ب 90 بالظبط، كوساين 90 بزيرو، فساعتها الباور هتطلع بزيرو. في الحاله دي الباور هتبقى عامله ازاي؟ البي افريج هتساوي اي ام في في ام، اي ام ب 10 روت 2 مضروبه في ام اللي هي 170 روت 2 على الاثنين في كوساين الزاويه اللي ما بينهم اللي هي كام؟ اللي هي باي على 6. ماشي؟ حد عنده مشكله؟ تمام خلاص امسح. بيقول لك عندنا 400 هرتز ساينوسويدال ويف الفريكوانسي بتاعتها 400 هرتز، والامبليتيود بتاعها 100 فولت عند تي بيساوي 0. امبليتيود 100 فولت عند تي بيساوي 0 معناه ان هي ايه؟ ان هي كوساين، صح؟ الماكسيمم فاليو عند 0 معناه ان هي كوساين فاليو، كوساين فانكشن. فمعناها بيقول لك ان الفي اوف تي بتساوي 100 كوساين اوميجا تي، والاوميجا بتساوي 2 باي في 400، ماشي؟ فده الفولتج. بيقول لك الفولتج ده محطوط اكروس ان اندكتور، يعني حطينا الفولتج ده على اندكتور. بيقول لك الكرنت اللي هيطلع في الاندكتور هيبقى قيمته قد ايه؟ طيب نروح نعمل ايه؟ نروح نبص على الحاله الجنرال، ريزيستور واندكتور وكاباستور، او لو هو اندكتور بس انت عارف، انت عارف الدنيا هتبقى عامله ازاي. عندك 90 درجه وفرق الماجنتيود عن الماجنتيود بكام؟ باكس ال على طول، صح؟ فاحنا هنا علاقه الفولتج بالكرنت بيساوي كام؟ الفولتج كماجنتيود 100 والكرنت كماجنتيود هو قايل لك ب 20، يبقى عندك 100 على 20 بتساوي ايه؟ بتساوي الماجنتيود بتاع الزد اللي هي بتاعه الاندكتور يعني، اللي هي بتساوي اكس ال يعني، اللي هي بتساوي اوميجا ال. الاوميجا هو مديها لك، اعرف اجيب ال
بكام صح؟ طيب ادي اول حاجه جبتها، جبت علاقه الامبليتيود بالامبليتيود. طب علاقه الفيز بالفيز؟ انا عارف ان انا لما بيبقى عندي اندكتور الفولتج والكرنت مين اللي بيبقى بيليد؟ الفولتج هو اللي بيليد. بتتلخبط، احفظ واحده وكمل بيها الباقي. احفظ ان الاندكتور الفولتج بيليد الكرنت، ماشي؟ الفولتج هو اللي بيليد، يعني الفولتج هو الفيز بتاعه اكبر. لما الفيز يبقى بزيرو في الفولتج يبقى الكرنت بكام؟ نيجاتيف 90. فعلى طول ان الاي اوف تي، الاي اوف تي هتساوي 100 على اكس ال مضروبه، سوري ده هو مديان يعني ماشي ليه 20 على طول، 20 على طول كوساين اوميجا تي ناقص باي على الاثنين او ناقص 90. حد عنده مشكله؟ سؤال تافه جدا ما فيهوش اي حاجه. دي كانها العلاقه العكسيه، يعني لما كان عندنا اندكتور كنا بنفرض الكرنت هو الريفرنس ونجيب الفولتج، هنا هو فرض الفولتج وقال لك جيب الكرنت، ماشي؟ امسح. نعم. هو هنا قال الفولتج بيساوي 100 فولت او ماكسيمم فولتج قيمته 100 وبيحصل عند تي بيساوي 0. فعرفت على طول الساين ويف الفيز بتاعها بكام، ماشي؟ فماكسيمم فاليو ات تي بيساوي 0 معناه ان هي كوساين، صح؟ مش كوساين رسمتها كده، البيك بتاعتها بتبقى عند تي بيساوي 0 صح. فالانيشال فيز لو احنا هنكتبها ككوساين نكتبها ايه؟ نكتبها كوساين وفيز 0 صح. لو هنكتبها كساين يبقى نطرح 90 او نجمع 90 نشفتها. حد عنده مشكله يا شباب؟ الكاباستور ده الرياكتانس بتاعته 50 اوم، ماشي؟ فكانه بيقول لك الاكس سي يعني بتاعته باسف ب 10 اوم، تمام. وبيقول لك الكرنت اللي ماشي فيه هو 40 ساين اوميجا تي زائد ثيتا انيشال ب 60 درجه. بيقول لك احسب الفولتج اللي هيبقى على الكاباستور، شبه المساله اللي فاتت بس بدل ما هو اندكتور كاباستور. جه هنا قال لك بقى ايه لو حطينا ار سيريز مع الكاباستور ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نحلها الاول من غير الار. ففي الاول خالص الكرنت اللي ماشي في الكاباستور قيمته كده، اجيب الفولتج، علاقه الفولتج بالكرنت ايه؟ انا عارف لو عندي كاباستور علاقات كماجنتيود وكفيز صح؟ فعلاقه الفولتج بالكرنت كماجنتيود اللي هو في ام على اي ام بتساوي ماجنتيود بتاعت الزد بتاعت الكاباستور اللي هي بتساوي اكس سي، صح كده؟ اكس سي هو اصلا مديها، يعني هو ما قاليش واحد على اوميجا، يعني مش ما ادانيش السي فانا احسب الواحد على اوميجا سي، لا هو اداني على طول الواحد على اوميجا سي ب 10. فانا عارف الاكس سي اقدر على طول اجيب الفولتج كماجنتيود بتساوي الاكس سي اللي هي ب 10 مضروبه في الامبليتيود بتاع الكرنت اللي هو 40 فيطلع 400. ادي اول معلومه عرفتها، الامبليتيود بتاع الفولتج. الفيز بتاع الفولتج بقى اجيبه منين؟ انا عارف ان لو عندي كاباستور مين اللي بيليد؟ الكرنت ولا الفولتج؟ الكرنت هو اللي بيليد صح؟ يعني الفيز بتاعه اكبر، يبقى لو الفيز بتاع ده ب 60 يبقى الفيز بتاع الفولتج بكام؟ ماينس 30 صح؟ فاقدر اقول ان الفي اوف تي بتساوي 400 ساين اوميجا تي ماينس 30 درجه. حد عنده مشكله؟ بص عشان تحسب مين اللي بيليد خد الفيز، خد الارجيومنت بتاع الساين كله ده واطرحه من الارجيومنت ده. لو خدت ده ناقص ده يا الارجيومنت كله، سيبك من اوميجا تي هتطرح ماشي، 60 اطرح منها ناقص 30 يطلع 90، يبقى الاولاني هو اللي بيليد ماشي. تمام، احفظ يعني اعرفها كده على طول، يعني لو انت لسه هتفكر فيها شوف مين اللي الفاليو بتاعته هنا اكبر ويبقى هو ده اللي بيليد، تمام. ولازم طبعا تبقى عارف الاندكتور الفولتج هو اللي بيليد والكاباستور الكرنت هو اللي بيليد. ولو انت مش حافظهم المفروض تعرف تستنتجهم، يعني حط الكرنت مره بساين وروح عوض بيه في المعادله بتاعت المشتقه دي يطلع لك الفولتج بكوساين، فتقدر تقول هو بيليد ولا بيلاج. نفس الكلام في الكاباستور. حد عنده مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب بيقول لك ريزيستور قيمتها 10 ادت مع الكاباستور ده، يعني بقى عندي الكاب كده الاكس سي بتاعته ب 10 وريزيستور قيمتها 10 ماشيه الكرنت اللي هو اي اوف تي ده. طيب لو انا عايز احسب الفولتج اعمل ايه؟ برضو عايز احسب الامبليتيود وعايز احسب الفيز. هنا الكيس اللي هي ايه؟ ثلاثه اليمنتس ان سيريس مع بعض صح؟
فاقدر اقول على طول ان علاقه الفولتج كامبليتيود في ام على الكرنت كامبليتيود بيساوي الجذر التربيعي بتاع ار سكوير زائد اكس سي سكوير، صح؟ الاكس ال الاكس سي الاكس ال بزيرو طبعا، وهنا الاكس سي ب 10 والار ب 10، فيطلع ده ايه؟ يطلع 10 روت 2. طيب والثيتا زد اللي هي الفولتج فيز تبقى بكام؟ بتان انفرس اكس ال ناقص اكس سي، فهي ناقص اكس سي على ار، فده ناقص واحد، فالزاويه دي تطلع كام؟ تان انفرس بواحد بكام؟ 45، فتطلع بالنيجاتيف عشان النيجاتيف جوه التاني يطلع بره، فيطلع نيجاتيف 45 درجه، فيطلع الفولتج بيساوي الامبليتيود اللي احنا لسه جايبينه اللي هو 10 روت 2 مضروب الكرنت كان ساين، فهو كان ساين اوميجا تي زائد 60، وتزود عليه ناقص 45، صح؟ ف 60 ناقص 45 اللي هو 15 درجه، ماشي؟ نعم؟ فين ال 40؟ سوري، دي على اي ب 10 روت 2، 10 روت 2 تضربها في 40 تبقى 400 روت 2، مظبوط صح؟ طيب شباب حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد متلخبط؟ احنا يعني لغايه دلوقتي بنحل مسائل سهله جدا، هي الحاله الجنرال دي مره يحط لك كاب بس، مره اندكتور بس، مره ار وال، مره سي وال، مره ان سيريس، مره ان بارل، صح؟ عرفت الحاله الجنرال دي هتعرف تحل كل حاجه. طيب امسح. هنا بيقول لنا عندنا فولتج سيجنال قيمتها 120 روت 2 في ساين الكلام ده، بيقول لك از ابلايد تو ا سيركت عباره عن ريزيستور ان بارلل مع كاباستور، الار قيمتها 1 كيلو اللي هي 1000 يعني، والكاباستور قيمته 1 مايكرو فاراد، فاحنا عارفين ان المايكرو 10 باور نيجاتيف 6 صح؟ فتيجي تحسب الاكس سي اللي هي 1 على اوميجا سي، الاوميجا اللي هي الارجيومنت الحاجه المضروبه في التايم يعني، فتحطها هنا، والكاباستور حطه بالفراد يعني اضرب حط تحت 10 باور نيجاتيف 6، يطلع معاك ان الاكس سي قيمتها 398.09، ماشي؟ طيب جاي بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي التوتال كرنت، احسب الكرنت اللي في الريزيستور وفي الكاباستور والتوتال كرنت، ماشي؟ طيب فدي كده حاله، دي اول حاله نحلها فيها بارلل، صح؟ كل اللي حلناه كان حاجات ان سيريز. فهنا الحاله البارلل او اول لما نيجي نحلها كده نبص على الحاله الجنرال اللي احنا كاتبينها بتاع الثلاثه ان بارلل، فنقدر نقول علاقه الفولتج بالكرنت كامبليتيود اللي هي ماجنتيود الواي، وعلاقه الفيز اللي هي ثيتا اي اللي هي تان انفرس الكلام ده، ماشي؟ ده برده المفروض نبقى عارفينه وما نقعدش نستنتج كل مره. فهنا هو مدي لي الفولتج وعايز اجيب الكرنت، فانا عارف ان الفي ام هو مديهاني ب 120 روت 2، اي ام هتساوي 120 روت 2 اللي هو الفولتج يتضرب في ريزيستور ولا يتقسم على ريزيستور؟ في على ار يتقسم على ريزيستور، فنضربه في الواي كماجنتيود، صح؟ الواي كماجنتيود بكام؟ عندي هنا 120 روت 2 جذر 1 على ار سكوير. السبوره دي انتوا شايفين الكلام المكتوب؟ يعني القلم جديد، السبوره هي اللي بايظه. 1 على ار سكوير زائد 1 على اكس سي ناقص 1 على اكس ال، سوري هنا الاكس ال مش موجود اصلا. ماشي؟ طيب الفاليو دي تطلع بكام؟ سوري الفاليو دي تطلع، يطلع على طول الفي ام، يطلع الاي ام بيساوي 0.4588. طيب ماشي مظبوط صح. طيب فالاي ام طلعت 0.4588. طيب الفيز بقى
احنا معانا الفولتج كفيز، يبقى الكرنت كفيز بقى، يبقى الاي اوف تي كلها بتساوي 0.4588 مضروبه في ساين 2512 تي زائد ثيتا واي، صح؟ الثيتا واي اللي هي بتساوي تان انفرس 1 على اكس سي على 1 على ار. فيطلع الثيتا واي بكام؟ يطلع ب 68.29. فيطلع الاي اوف تي بتساوي الرقم ده ساين 2512 تي زائد الفاليو دي. حد عنده مشكله؟ طيب لو انا عايز احسب بقى الاي والاي لوحدهم احسبها ازاي؟ خلاص انا معايا الفولتج اللي هو اكروس الريزيستور ده واكروس الكاباستور ده، فولتج اقسمه على الفاليو بتاعت الريزيستور على طول يطلع لي الكرنت. طيب الفولتج اقسمه على الماجنتيود بتاع الامبيدنس بتاعت الكاباستور اللي هي اكس سي يطلع لي الامبليتيود بتاع الكرنت اللي ماشي. الفيز بيبقى قد ايه؟ علاقه الفولتج بالكرنت في الكاباستور ب 90 درجه، مين اللي بيليد؟ الاي هو اللي بيليد. يبقى انا عرفت الفولتج الفيز بتاعه كذا، يبقى الكرنت يطلع زائد 90 درجه. تمام؟ هتجيب الكرنت ده وتجيب الكرنت ده وترجع تجمعهم، صح؟ هو عايز الاي توتال اللي هو ماشي هنا ايه؟ طالب الاي توتال مش اي ماكس، الاي تي اللي هي اي ار زائد اي سي. لو انت جبت ده لوحده وجبت ده لوحده وبعدين رحت جمعتهم هتلاقي نفسك بتحل المساله اللي احنا حلناها في اول السكشن، صح؟ نفس الكلام اللي احنا عملناه. حد عنده مشكله؟ حد شايف بغض النظر عن الارقام لو هو بيتلخبط في الارقام، حد شايف ان في فكره لغايه دلوقتي في كل اللي احنا بنعمله ده؟ ما احنا استخدمنا الايدنتيز واحنا بنحل، لما جينا نحل الحاله الجنرال دي فطلع عندك حاجه في ساين زائد حاجه في كوساين، فحولناها في الاخر لايه؟ للجذر التربيعي اي سكويت زائد بي، اللي هو طلع لنا في الاخر ده اللي هو طلع لنا الروت وتان انفرس اهو. لا هتستخدمه وانت بتحل، هتستخدمه وانت بتحل امتى؟ لو عندك هنا لو عندك هنا ار ومعاها كاب وعندك هنا كاباستور او اندكتور، يعني مثلا لو الدايره شكلها كده ادي ار وادي ال وادي ار وادي كاب وادالك الفولتج، هتقوم حاسب الكرنت اللي ماشي هنا وحاسب الكرنت اللي ماشي هنا وتعمل ايه بعد كده؟ عايز الكرنت التوتال، هتجيبه ازاي؟ انت معاك حاجه حافظه تجيب لك كرنت توتال؟ لا، هتقوم عامل ايه؟ هتجيب الكرنت اللي ماشي هنا هيطلع ساين اوميجا تي زائد ثيتا 1، والكرنت اللي ماشي هنا هيطلع ساين اوميجا تي زائد ثيتا 2، هيبقى عندك مثلا ايه؟ 5 ساين اوميجا تي زائد ثيتا 1. عامه دي المسائل اللي احنا هنحلها، هنكمل لو لحقنا نحل السكشن ده هنحل، ما لحقناش هتبقى بقيه السكاشن. زائد مثلا 6 ساين اوميجا تي زائد ثيتا 2. انت عايز تجيب الاي توتال، هل هتسيبها له كده؟ لا، هو عايزك في الاخر تكتبها حاجه ساين اوميجا تي زائد ثيتا، فتقوم فاكك الساين بالايدنتيتي دي اللي هي ساين كوساين زائد كوساين ساين، وفاكك دي ودي ممكن تبقى كوساين ودي تبقى ساين مثلا، فتفك كل واحده بالايدنتيتي بتاعتها وبعدين تجمعهم في الاخر باللي هي بتاع العلاقه بتاعت الروت. اصل سؤالي ان هو ده طبيعي الحل ده اللي هيبقى طبيعي بتاعنا بعدين مفيش حاجه. يعني المسائل الكبيره هتلاقي نفسك محتاج الكلام ده. وعامه المسائل دي يعني في ناس اصلا ما بتاخدش الجزء ده اصلا، يعني بتعدي عليه كده بسرعه. يعني احنا بنحل يعتبر مسائل كبيره في التايم دومين. في ناس بتخش تقوم تقول لك يعني ايه تايم دومين وتقلب لك الفريكوانسي دومين وتحل على طول بالفريكوانسي دومين. دي حاجه زياده يعني مثلا ده بيبقى سؤال في الامتحان ولا حاجه، انما الاسئله الكبيره اللي هي تبقى صعبه قوي ان انت تحلها كده هتلاقيها تحلها في الفريكوانسي دومين. بيبقى باين جدا كان هو بيبقى كاتب. نعم. احنا جبنا الاي توتال هنا وجبنا اي 1 واي 2 او اي ار واي سي، بقى هو ده طلباته. واحنا بنجيب ايه؟ الاي ار جبناها ازاي؟ قلنا ان الاي ار هتساوي الفي اوف تي مقسوم على الار، صح؟ ده علاقه فولتج بكرنت في ريزيستور. طب الكاباستور الاي سي هتساوي كامبليتيود هو في ام مقسومه على ماجنتيود الاكس الزد سي اللي هو بتساوي اكس سي يعني ماشي،
مضروبه في ساين فريكونسي اللي هو مديها لي اللي هي 5 2 5 1 2 تي، وقلنا مين اللي بيليد ومين اللي بيلاج. الكرنت هو اللي بيليد في الكاباستور فتجمع 90 درهم، فده الكرنت ده وده الكرنت ده. لو انت خدتهم بقى ده زائد ده ورحت محول له ساين واحده المفروض يطلع معاك الفاليو. ماشي خلاص شباب امسح من الاول خالص كده. بيقول لك الباور فاكتور بتاع سيركت هي 0.5 بس لاجنج، فاحنا اتفقنا لما يقول لك باور فاكتور لاجنج معناها الكرنت هو اللي بيلاج، معناها الفولتج هو اللي بيليد. اي لاج في او في بيليد الاي. ماشي فدي اول حاجه هو قالها لنا. طيب وبعدين بيقول لك البي افريج بتاعت السيركت برده كلها 500 واط، وقال لك الفولتج كام بكذا جيب لي الكرنت بكام. فدي برده تعويض مباشر، هو بس ايه بيعرفك يعني ايه باور فاكتور ويعني ايه ليد ويعني ايه لاج. ماشي فاول حاجه لما تيجي تحل انت عارف ان الباور افريج بتساوي في ام اي ام على الاثنين في كوساين ثيتا زد، اللي دي بنسميها ايه الباور فاكتور. الكوساين كلها دي هي الباور فاكتور اللي هيطلع من الكوساين، فهو بيقول لك الباور فاكتور ب 0.5 لاجنج. وانت بتحسب هنا مش تفرق حاجه ليدنج ولا لاجنج، مش تفرق اي حاجه. لا هو مش طالب اصلا لا سيريس ولا بارل ولا اي حاجه، لا هو ما طلبش اي مكونات، فهو طالب بس الكرنت. فقال لك الكوساين ثيتا دي ب 0.5 والباور ب 500 ومدي لك الفولتج كامبليتيود وفيز. فهنا ايه اللي باقي لي؟ الامبليتيود بتاع الكرنت بس، صح؟ يعني هو قايل لي ان الباور ب 500 الفي ام ب 50 مضروبه في اي ام على الاثنين، والكوساين دي هو قايل لي بكام؟ بنص، فاقدر اجيب الاي ام على طول. فهتطلع الاي ام بكام؟ تطلع ب 40. طيب باقي اجيب الزاويه، الزاويه بكام بالظبط؟ انا عارف لما هو قال لي ان الباور فاكتور ب 0.5 ان كوساين ثيتا هي اللي ب 0.5، فاقدر اجيب الثيتا بكام؟ طب الثيتا دي بقى ليدنج ولا لاجنج؟ مين اللي بيليد ومين اللي بيلاج؟ من الكلمه اللي هو قالها لي، هو قال لي 0.5 لاجنج يعني الكرنت هو اللي بيلاج. الكرنت هو اللي بيلاج يعني الفولتج الفيز بتاعه اكبر، هو مديني الفولتج ب 10 يبقى الكرنت الفيز بتاعه بكام؟ ماينس الفاليو دي. فاقدر اقول ان كوساين ثيتا زد بتساوي 0.5، فتطلع ثيتا زد بكام؟ ب 60 درجه، فتطلع الثيتا ب 60. طيب بالبوزيتيف ولا بالنيجاتيف؟ اي ما انا عارف انت بقى خلاص عرفت من الكوساين دي ان الزاويه ب 60. طب دايما احنا بنقول ثيتا زد هي الفاليو الزاويه اللي الفولتج بيليد بيها، فاحنا هنا هو قايل لك لاجنج معناها ان الفولتج هو اللي بيليد، معناها ان الثيتا فعلا ب 60 مش بماينس 60. فاهمين قصدي؟ فانت تاخد الفولتج والمفروض يبقى الفيز بتاعه اكبر من الكرنت بالزاويه دي، هو مدي لك الفيز ب 10 يبقى الكرنت الفيز بتاعه بكام؟ ماينس 50. فيطلع الاي اوف تي بتساوي 40 ساين اوميجا تي ماينس 5. حد متلخبط من ليد ولاج والكلام ده؟ هي الفيز بتاع الفولتج ناقص الفيز بتاع الكرنت، يعني الفيز بتاع الفولتج اكبر من الكرنت بالفاليو دي. ماشي؟ فاحنا لما بنيجي نحل بنقول لو احنا معانا الكرنت هنحط الفولتج بالفيز اللي اسمه ثيتا زد، الفيز بيليد بالفاليو دي. طب افرض الفاليو دي طلعت نيجاتيف، احنا لسه بنحل احنا ما نعرفش، لان الفاليو دي ممكن تطلع بوزيتيف ممكن تطلع نيجاتيف، معناه ان هو بيلاج مش بيليد. فاهم؟ انما مش هيجي يقول لك اللي انت بتقوله ده ما ينفعش. نقطه معينه لوحده حتى اجيبه. فعامه يا شباب المساله هنا، المساله هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الفولتج اللي على كل الاليمنتس دي بيساوي الفاليو دي، ده الريفرنس بتاعنا اللي هو الفيز بتاعه بزيرو. فبيقول لك احسب الكرنت التوتال، فتعالوا نمشي خطوه خطوه، عايز الكرنت وبعدين الفولتج اللي اسمه في اوت. فالكرنت لما نيجي نحسبه ده كده سيريس اليمنتس مع بعض، صح؟ لو عندنا ريزيستورز مع بعض هناخدهم ان سيريس، لو عندنا اندكتورز وكاباسيتورز هنشوف
المفروض انت ممكن تكون عملتوها في المحاضره، بس لو عندنا اندكتور مع اندكتور بيتجمعوا، كاباستور بيبقى انهم ان بارلل، المفروض انتوا عارفين الكلام ده، بس هنحل بيه يعني السكشن الجاي ان شاء الله. فهنا عندنا تو ريزيستور، فناخدهم كانهم ان سيريز صح، فيبقى عندي الار توتال بتساوي 800 والاكس ال انا حسبتها لكم هيبقى 1600 والاكس سي بتساوي 1000. فده كده الاولاني ده اللي هو السيريس الاولاني ده صح. فاقدر على طول اقول ان لو معايا الفولتج ان الكرنت از ا فانكشن اوف تايم بيساوي ماجنتيود الفولتج اللي هو 100 مقسوم على الامبيدنس كماجنتيود اللي هي جذر ار سكوير زائد اكس ال ناقص اكس سي اول سكوير ماشي، مضروبه في الكوساين زي ما هي 8000 تي. طيب هنا بقى علاقه الفي جي والاي الفولتج بالكرنت هنا بثيتا زد صح كفيز، مين اللي الفيز بتاعه ثيتا زد؟ دايما الثيتا زد هو الفيز بتاع الفولتج والثيتا واي الفيز بتاع الكرنت ماشي. فهنا الفيز بتاع الفولتج حاطه لي بزيرو صح، يبقى احط الفيز بتاع الكرنت بكام؟ ماينس ثيتا زد، فيبقى ماينس ثيتا زد. تحسب الثيتا زد بكام؟ ثيتا زد بتساوي تان انفرس اكس ال ناقص اكس سي على ار. في مشكله ار دي اللي هي ايه؟ ار توتال اللي هي لما خدت ار زائد ار، في مشكله؟ طب احسب بقى ده على ده واحسب الثيتا دي، يطلع معاك ان الاي اوف تي بتساوي 0.1 8000 ماينس 36.3 36.87 ماشي؟ في مشكله في الحته دي؟ طيب تاني حاجه هو طالبها بقى عايز الفولتج اللي على الار والسي، اعتبر ان دي مساله ثانيه صح. احنا حسبنا اوريدي الكرنت، الكرنت اللي ماشي اللي هو اي اوف تي طلع بتساوي 0.1 كوساين 8000 تي ناقص 36.87، كانه بيقول لك في كرنت ماشي قيمته كذا، الكرنت ده هيتضرب في الار والسي صح، فكانه سيريس امبيدنس ثانيه. السيريس امبيدنس دي تعالوا نسمي هنا، لو احنا كنا سمينا زد ولا حاجه كنا نسمي الامبيدنس الكبيره مثلا زد توتال، والامبيدنس اللي هي عباره عن ار وسي نسميها دي كده كلها ايه؟ زد 1 مثلا ماشي. فالار هنا ب 500 والسي هنا تدي لك اكس سي ب 1000. فلو انا معايا الكرنت وعايز اجيب الفولتج، وكرنت هنا اسمه اي، انا معايا الاي وعايز اجيب الفي، فاقدر اقول ان الفي اوف تي بتساوي الماجنتيود بتاع الكرنت هو هو، بس اضربه في ماجنتيود الزد اللي هو بتاعت الار والسي بس، مضروب في ساين او كوساين برضو زي ما هي كوساين 8000 تي ناقص 36.87. طيب الفولتج والكرنت ده سيريس، يبقى الفولتج بيسبق الكرنت بثيتا زد صح، يبقى تجمع ثيتا زد واحد ماشي. ثيتا تعال نحسب ماجنتيود الزد والثيتا زد، ماجنتيود زد واحد بتساوي جذر التربيعي بتاع الار دي اللي هي 500 سكوير زائد الاكس سي اللي هي 1000 سكوير. في مشكله في دي؟ طيب الثيتا زد 1 بتساوي تان انفرس اكس ال ناقص اكس سي، فتبقى ناقص اكس سي اللي هي ناقص 1000 على الار اللي هي 500 اللي هي ناقص 2 ماشي. يطلع معاك الثيتا زد دي تطلع كام؟ سالب 63 فتطلع سالب 63.43، والماجنتيود ده لما تضربه في ال 0.1 يطلع لك ان الفي اوف تي بيساوي اللي في الاخر ده 3.8 كوساين 8000 تي، وتحط ده وده بإشارته فيبقى ناقص ده ناقص ده فيطلع ناقص 100.3 درجة. في مشكلة؟ من أول بقى المسائل دي الشيت، يعني احنا حلينا الشيت الأولاني ده كان حاجة بدائية خالص. شوية حاجات ان سيريز شوية حاجات ان بارل. اللي جاي بقى هتلاقي في حاجات مختلفة، يعني مثلا يطلب لك فولتج مش على ار بس أو ال بس، يطلب لك على حاجات ان بارل شوية ان سيريز، يبقى عندك كذا سورس. هنمشي بقى، هي دي المسائل اللي بجد اللي ممكن تيجي في الامتحان اللي هتفرق معايا ماشي. خلاص شباب السكشن خلص.